بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، بفضل الله تعالى وصلت اليوم الجمعة 8/10/2021 الدفعة السابعة من لحوم صفوف الأضاحي إلى مديرية أوقاف البحر الأحمر بحمولة 2 طن، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية حتى تاريخه 14 طن. وصل اليوم إلى مديرية أوقاف الدفعة 14 من صفوف الأضاحي كمية 4 طن، ليصبح عدد ما وصل من الأطنان لمديرية أوقاف سوهاج 54 طن من لحوم الأضاحي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.